اسعد الله اوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بانوراما الساعه. في بانوراما الساعه لهذا اليوم كما العاده مشاهدينا الكرام نطرح اخر المستجدات على طاوله البانوراما، نتحدث عن يعني اخر تحليل لما يقع عليه الاوضاع او تقع عليه الاوضاع الان، نتحدث عن الموقف الدولي مما يحدث، نتحدث عن اجتماع جامعه الدول العربيه الاجتماع الطارئ طبعا، وبالاضافه الى زياره كاري المرتقبه وكل ما يرتبط بموضوع المصالحة الفلسطينية التي نحن بأمس الحاجة إليها الآن في هذه المرحلة. يسعدني أن أرحب بضيف في الاستوديو حول هذه الموضوعات الأستاذ هاني حبيب الكاتب والمحلل السياسي، أهلا وسهلا بك. أهلا بكم. يعني بداية أستاذ هاني، يعني إذا أردنا أن نقيم الأوضاع التي تحل الآن في الأراضي الفلسطينية، كيف من الممكن أن تقيمها؟ يعني أعتقد أنه هذا الحراك الذي يتخذ شكل من أشكال الانتفاضة، هذا المصطلح الفلسطيني الذي فرض نفسه على لغات العالم كله، أعتقد أنه ما يجري الآن ليس بالأمر الذي كان يجب عدم توقعه. ما كان للإجراءات الإسرائيلية المتخذة قبل عدة أشهر، بل منذ تسلم نتنياهو لحكومته الأخيرة، من إجراءات في المسجد الأقصى، استمرار الاستيطان، استمرار التهويد، إفلات المستوطنين وارتكابهم للجرائم خصوصا في القدس المحتلة، وعلى الأطفال الفلسطينيين وقتلهم وحرقهم، ما كان لهذا الأمر أن يستمر. مع إشارة الرئيس عباس في الجمعية العامة للمتحدة أن هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه، وأن هذا الأمر يشكل خطرا على التوافقات السابقة بما يلزم الجانب الفلسطيني بعدم الالتزام طالما إسرائيل غير ملتزمة بها، كل ذلك كان يجب أن يشير إلى أن هناك شيئا ما. هذا الشيء ما الذي حدث، هو حدث بشكل عفوي، بشكل فردي لا يملك لأحد السيطرة عليه أو التأثير عليه على الأقل في الوقت الراهن. يعود الأمر بشكل أساسي إلى الإجراءات الانتقامية الإسرائيلية ومدى توسعها وردود الفعل الفلسطينية التي يجب أن تكون متوقعة على المستوى الشعبي، وأقول مرة أخرى على مستوى الأفراد والجماعات المحدودة وليس السلطة وليس الفصائل. نعم، يعني الآن نحن في مرحلة ربما صعبة، ويعني لا يجب أن تكون هناك ردود أفعال وقرارات غير مدروسة. يعني إذا أردنا أن نطرح ما يعني تورد وسائل الإعلام والتحليلات، يعني هناك تخبط في التصرف والتعامل الإسرائيلي مع ما يحدث في الميدان، وبالمقابل القيادة الفلسطينية تأخذ وقت قبل اتخاذ أي قرار. يعني هنا جانبين، جانب الإسرائيلي والجانب الفلسطيني. نعم. نشير إلى الجانب الإسرائيلي، هناك قراءة خاطئة إلى درجة كبيرة في القراءة الإسرائيلية على كافة المستويات لما جرى وما يجري. إذا عدنا على سبيل المثال إلى مؤتمر هرزليا قبل في أذار مارس الماضي، نعم، كان هناك تقييم بأن الخطر على إسرائيل لم يعد خطرا من الفلسطينيين بقدر ما هو خطر إيران وربما بعض الأطراف الأكثر تطرفا في الساحة الإقليمية، ويقصد هنا ما يجري من نتائج للربيع العربي ونتائجه. ولم تأخذ هذه القراءة بالحسبان الوضع الفلسطيني الداخلي إلا باعتباره كما أشارت بعض التحليلات أن الفلسطينيين غير قادرين على كسر الزجاج الإسرائيلي. نعم. هذه القراءة كانت قراءة مبسطة وساذجة كما ثبت فيما بعد. هل تشبه هذه القراءة كثيرا وإلى حد كبير كلمة نتنياهو التي ألقاها في الجمعية العامة للأمم المتحدة؟ بالضبط، وطبعا ما هذا الخطاب جاء أول شيء ردا على مسألتين. المسألة الأولى ردا على خطاب أبو مازن، لأنه أجى بعد أقل من 24 ساعة من خطاب أبو مازن، لكن الأهم من ذلك هو الإسناد المعنوي والأساسي للرؤية الإسرائيلية من قبل المجتمع الدولي. هناك لاحظ نتنياهو، وهو جيد الملاحظة باعتباره رجل علاقات عامة قبل أن يكون رئيسا للحكومة الإسرائيلية، نعم، لاحظ أن خطابات الزعامات الدولية تجاهلت القضية الفلسطينية تماما، وبالتالي هذا شكل له إسناد بأن هذه القضية غير مطروحة على جدول أعمال العالم. نعم. وبالتالي هذا يترك له المجال ليسرح ويمرح ويلغ بدماء الفلسطينيين دون
أن يكون هناك ردود فعل كما حدث في الانتفاضتين السابقتين. نعم. لذلك هو تمادى واختار لحظة اعتقد أنها اللحظة المناسبة لنقل لتوسيع نطاق إجراءاته، خصوصا فيما يتعلق بالمسجد الأقصى وفيما يتعلق بدعم المستوطنين في الضفة الغربية وفي القدس تحديدا. نعم، ماذا فيما يتعلق بالقيادة الفلسطينية؟ القيادة الفلسطينية أعتقد في وضع بالغ الصعوبة. نعم. القيادة الفلسطينية باتت كما هو واضح غير ملتزمة باتفاقات لم تلتزم بها إسرائيل كما أشار الرئيس في جمعية الأمم المتحدة. نعم. لكنها أيضا معنية بما ستؤول إليه الأوضاع داخل الضفة الغربية وفي القدس. هذا الأمر من شأنه أن يجد وضعا فلسطينيا بالغ التعقيد. هذه الانتفاضة التي تحدث أو هذا الحراك أو هذه الهبة لا يجب التوقف كثيرا أمام الأسماء والمصطلحات في هذه اللحظة الحاسمة. نعم. أعتقد أنه السلطة الوطنية الفلسطينية قادرة على أن تلعب دورا كبيرا في تنظيم مثل هذه المواجهة بحيث أن تبقى وبدرجة أساسية ذات مستوى شعبي، لا يتم أولا احتوائها من هذا الفصيل أو ذاك، ثانيا لا يجب تشجيع أي طرف على عسكرتها. نعم. ثالثا وهو الأهم، لا يجب الزج بالأطفال إلى أتون هذه الانتفاضة. وبالتالي أعتقد أن السلطة بإمكانها ولو أن الأمر بات إمكانيات محدودة في ظل يعني الوضع القائم، أعتقد أنه عليها من الناحية الإعلامية بالدرجة الرئيسية، وخصوصا أنه السلطة أنه الأحداث تجري في مناطق بي وسي في الضفة الغربية، وهو الأمر الذي يجعل السلطة مقيدة اليدين في اتخاذ إجراءات على الأرض نتيجة لأنها تحت السيطرة الإسرائيلية المباشرة وشبه المباشرة في المنطقتين. وبالتالي أعتقد أنه هناك دور للقيادة الفلسطينية، دور إعلامي، دور سياسي، دور في عدم الزج بعناصر من الممكن أن تؤدي إلى تخريب هذا الحراك الفلسطيني. نعم، يعني الآن هناك يعني توجه نحو تسليط الضوء دوليا على ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، والسيد عباس زكي قال بأنه يعني موقف القيادة الحالي وصبر أغوار العالم بالموقف الفلسطيني والجنون والفلتان الإسرائيلي. هل بدأ العالم يستوعب ما الذي يحدث في الأراضي الفلسطينية؟ وإذا كان فعلا يستوعب وبدأ يستوعب، لماذا اللجنة الرباعية الدولية التي كان من المفترض أن تأتي يعني تؤجل هذه الزيارة بناء على طلب إسرائيل؟ يعني أنا لا أرى ذلك، أرى أن المجتمع الدولي لا يلقي اهتماما بما يجري. كافة التصريحات التي تمت لنقل ضمنا أنها تشجع إسرائيل على عمليات الإعدام في شوارع وأزقة مخيمات والمدن الفلسطينية، لأنها تدين الموقف الفلسطيني، تدين الانتفاضة، تدين الحراك الشبابي. وبالتالي هذا ردود الفعل الدولية على قلتها كانت إلى جانب وكأنها تبرر لحكومة نتنياهو ما تقوم به من حرب دموية على كل فلسطيني في الضفة الغربية وفي القدس تحديدا. الاجتماع اللجنة الرباعية أو الذي كان من المفترض أن يتم اليوم بإشارة من نتنياهو توقف لمدة أسبوعين على الأقل. وبالتالي أعتقد أنه نتنياهو عندما يعني أطلق لمستوطنيه العنان للانفلات دمويا ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس، كان يدرك أن اللحظة الدولية هي لصالحه، بمعنى أنه العالم لم يعد يكترث بالوضع الفلسطيني. وما جرى حتى الآن يؤيد مثل هذه النظرية، خاصة أنه العالم منشغل بملفات أخرى. نعم. ملفات الإرهاب، ملفات اللاجئين، ملفات إيران، ملفات الوضع السوري والوضع اليمني، والموضوع الفلسطيني غائب تماما، وردود الفعل الدولية تثبت ذلك. نعم. أما في الشأن العربي إذا شئت، فكان من المتوقع قبل هذه الانتفاضة، إذ كانت هناك سخونة في الإجراءات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى وفي القدس، شهدنا انتفاضة بين قوسين انتفاضة المستوطنين. نعم. لذبح الفلسطينيين في الضفة الغربية وفي القدس أيضا. عمليات إعدام وعمليات حرق لأطفال
ولم تحرك الجامعة العربية ساكنا. نعم. كان من المفترض على الأقل فيما يتعلق بالمسجد الأقصى والإجراءات الإسرائيلية الزماني والمكاني، وأنا بعتقد في هذا السياق أن المسألة لا تتعلق بالزماني والمكاني في المسجد الأقصى. نعم. تتعلق ببناء الهيكل المزعوم. صحيح. في الدرجة الرئيسية وتحويل الصراع إلى صراع ديني بالدرجة الأساسية، لكن هذا ليس موضوعنا. وبالتالي كان لم يكن هناك حراك عربي من قبل الجامعة العربية. ربما القيادة الفلسطينية انتظرت أن يتحرك أحد ليدعو الجامعة العربية للاجتماع، لكن لم يتحرك أحد. اضطرت القيادة الفلسطينية إلى دعوة الجامعة العربية للانعقاد، وبالفعل تم تلبية هذه الدعوة على مستوى المندوبين. نعم. وليس على مستوى وزراء الخارجية. أي الحد الأدنى من أشكال الاجتماعات. نعم. ما يشير إلى يعني لنقل عدم الإحساس بدور المنظومة العربية إزاء القضية الفلسطينية وإزاء ما يجري من سكب الدماء في فلسطين على يد العدو الإسرائيلي. الآن الإمارات اقترحت وتم تبني هذا الاقتراح بدعوة الجامعة العربية من على مستوى وزراء الخارجية. نعم. هذا تقدم جيد، لكن أعتقد أن الأمر بحاجة إلى أكثر من ذلك. بحاجة أولا إلى مؤتمر قمة عربي، لكي ليس فقط لبحث ما يجري في الضفة الغربية والقدس، ولكن لبحث مسؤولية العرب عن القضية الوطنية الفلسطينية. نعم. هذه المسؤولية التي تخلى عنها العرب ليس من جديد، من منذ 10 أو 15 سنة على أقل تقدير، في كل شنة حروب في الضفة الغربية وفي قطاع غزة من قبل إسرائيل، ولم يحرك العرب ساكنا. هذا على المستوى الرسمي. الأسوأ من ذلك والأكثر خطورة هو المستوى الشعبي العربي. لا، بينما تشهد ستوكهولم ونيويورك ولندن وعواصم أخرى مظاهرات لدعم الانتفاضة الفلسطينية والشعب الفلسطيني، بالكاد يخرج عشرات في مظاهرات محدودة، وحتى هذه المظاهرات تخرج ضد أنظمتها لحسابات داخلية أكثر ما تكون من كونها دعما للقضية الفلسطينية. نعم. هناك غياب. ما السبب الذي أوصلنا إلى هذه الحال؟ يعني هناك أسباب عديدة بصراحة، الولوج فيها يحتاج إلى وقت طويل، لكن نعم. أعتقد أنه باتت المسألة القومية في تراجع. باتت المسائل المحلية تلقى باهتمامات الداخل لكل قطر عربي. المسائل القطرية حلت محل المسائل القومية. غياب النموذج، وهو الذي يمكن الإشارة إلى العهد جمال عبد الناصر مثلا، الذي كان متبنيا وراعيا للبعد القومي للقضايا العربية، لم يعد هناك مثل هذا النموذج حتى هذه اللحظة. لكن بالأساس أيضا هو الدور الفلسطيني، الدور الفلسطيني المنقسم، الدور الفلسطيني الذي يشتبك مع بعضه البعض، الدور الفلسطيني المتراجع، كل ذلك أعتقد يؤدي إلى التجاهل غير المحمود وغير المبرر على المستويين الرسمي والشعبي من قبل الوضع العربي. إذن أسأنا إلى أنفسنا فأساء إلينا الآخرين. هذا جزء جزء، هذا صحيح، لكن هذا جزئيا أيضا. حتى لو يعني كنا قبل الانقسام أيضا كان هناك تجاهل عربي للقضايا الفلسطينية حتى ونحن موحدين. هل نحن أحد أسباب هذه التجاهل؟ بمعنى أنه يعني حتى مؤخرا دائما نركز على الخطاب الذي من الممكن أن نوجهه إلى المجتمع الدولي، بمعنى يعني دول أوروبا والأمريكتين وغير ذلك، لكن لم يكن هناك خطاب للأمة العربية. يعني هل أخطأنا في هذا التقدير؟ يعني لا أعتقد ذلك. أعتقد أنه في تحركاتنا الدولية على الصعيد الرسمي على الأقل، نعم، كان الرئيس أبو مازن يجتمع مع القادة العرب المؤثرين، الرئيس السيسي، الملك الأردني، على الملك السعودي في كثير من الأحيان قبل اتخاذ أي خطوات، نعم، في الجامعة. وحتى الطلب إلى مجلس الأمن وإلى الجمعية العامة تم من خلال مندوب عربي في مجلس الأمن. وبالتالي يعني كانت هناك، لكن على المستوى الشعبي ربما مل العرب من هذه القضية التي وبكل أسف
لم تحرز تقدم. نعم. طوال أكثر من 65 عاما لم تحدث أي تقدم على صعيد التحرير والاستقلال، وحتى وقول على قول، وحتى الانتفاضات الفلسطينية بما في الانتفاضة الثانية التي رفعت شعارا الحرية والاستقلال لم تتكلل بالنجاح، وبالتالي الفشل ربما يؤدي إلى الأطراف الأخرى، إلى إدارة الظهر، أن الشعوب دائما مع المنتصرين. نعم. ومع الأقوياء، هذه هي الحالة بالتأكيد. دعني أستاذاني أتحدث عن هذه الصورة. نحن الآن نشاهد جنازة الشهيد معتز الزواهرة، شهيد بيت لحم الذي سقط يوم أمس. مشاهدينا كما نتابع يعني جماهير غفيرة تشارك في تشييع جثمان الشهيد الزواهرة، وبالتأكيد يعني سوف نكون مع مراسلنا من بيت لحم في حال يعني حدث أي جديد، لكن سوف نبقى مع هذه الصور أثناء حديثنا بالتأكيد، كي نكون ما بين قطاع غزة وبيت لحم، بين الميدان والتحليل السياسي. يعني أستاذ هاني، هذه الهبة حركتها الجماهير، جماهير الشعب الفلسطيني، والآن أصبح الموقف يحتاج إلى دراسة. الأمر ربما درسه أو يعني رآه البعض أنه يعني استكمال ما سيحدث، سوف يكون استكمال لخطاب الرئيس محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، والذي كان من بينه موضوع يعني مصير الأراضي الفلسطينية أو مصير دولة فلسطين على الأصح. هل نحن أمام قرارات ربما قد ترتبط بوجود السلطة بشكل يعني مصيري؟ يعني أعتقد هذا يعود إلى المآلات التي من الممكن أن تحدث خلال الفترة القادمة. بعض الأطراف عندما تحدث الرئيس أمام الجمعية العامة قالوا ليسلم المفاتيح إلى إسرائيل، مفاتيح السلطة إلى إسرائيل، دلالة على عدم التزام إسرائيل بالتوافقات. لكن أعتقد أن هذه المآلات ممكن أن تصل إلى هذه الدرجة دون تسليم المفاتيح. هناك تهديدات إسرائيلية باجتياح الضفة الغربية. نعم. وهناك اجتياح اليوم بقرارات من الكابينت الإسرائيلي باجتياح بين قوسين عبر ما تسمى بعملية الحصار على الشرقية القدس المحتلة. نعم. وبالتالي أعتقد أنه ممكن أن تصل الأمور إلى اجتياح للضفة الغربية، وتكون بالتالي بدون أن تتحمل المسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية والقيادة الفلسطينية أمام المجتمع الدولي بأنها سلمت المفاتيح، وبالتالي تقوم إسرائيل بهذا الدور وتعيد الاحتلال بدل أن يكون احتلالا شفويا وتتحمل مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية، يصبح احتلالا واقعيا تتحمل مسؤوليته أمام المجتمع الدولي والرأي العام الدولي إسرائيل. طيب يعني القيادة الفلسطينية قالت بأنه يعني اتفاقية أسلو قتلتها إسرائيل، ويعني الآن ننظر إلى استراتيجية مناسبة لحماية الشعب الفلسطيني، يعني في هذا الوقت الذي نتحدث به عن أنه المجتمع الدولي منشغل عن القضية الفلسطينية، ماذا نتوقع؟ دعني أولا يعني أنوه إلى أنه الآن يرفع أذان الظهر بعد قليل مشاهدينا، يعني كيف من الممكن أن نتوقع بأن يكون هناك استجابة دولية؟ لا أعتقد أنه الدعوة إلى حماية دولية ليس بالأمر الجديد. نعم. ولا يتعلق بالانتفاضة، ولا يتعلق أيضا بالإجراءات الإسرائيلية الأخيرة. الشعب الفلسطيني كان منذ الاحتلال الإسرائيلي حتى اليوم بحاجة إلى حماية دولية. العالم، المنظمة الدولية، مجلس الأمن والجمعية العامة يتحمل مسؤولية قيام الدولة العبرية على أنقاض الشعب الفلسطيني، ويتحمل مسؤولية عدم التزام إسرائيل بالمواثيق الدولية. نعم. وبالاتفاقات الدولية وبالقانون الدولي. عفوا أستاذ هاني، دعنا نكمل لكن يجب أن نكون مع هذا الفاصل مشاهدينا ثم نعود. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام. اعود الى ضيفي في الاستوديو الاستاذ هاني حبيب. يعني كنا نتحدث عن يعني موقف المتوقع من المجتمع الدولي تجاه مستقبل الاوضاع الفلسطينيه. وزير الخارجيه الامريكي سيحضر. نعم. قريبا كما قيل. اعتقد انه المجتمع الدولي حتى هذه اللحظه لا يعبأ بما يحدث، يترك الاسرائيليين
يلوغون في الدم الفلسطيني، جاهز المجتمع الدولي الرسمي لمنح نتنياهو جرين لايت للاستمرار بادعاء أن الفلسطينيين هم الذين يستخدمون بين قوسين القوة المفرطة، نعم، أي السكين في مواجهة المستوطنين وجيش الاحتلال. وبالتالي هذا المجتمع الدولي المراوغ، هذا المجتمع الدولي الذي لا يقف أمام الضحايا بل يحاول تبرير قتلهم، نعم، أعتقد أنه من الممكن أن يلجأ في المستقبل لتهدئة لإنقاذ حكومة نتنياهو من الإرباك، خصوصا أن هذه الحكومة حتى هذه اللحظة، نعم، لا تعرف ماذا تفعل في مواجهة هذه الانتفاضة العملاقة. نعم أستاذ هاني، دعني أنتقل إلى مخيم لدهيشة تحديدا. هناك معنا مراسلنا هاني فنون، والذي يتابع يعني جنازة وتشييع الشهيد معتز الزواهرة. يعني هاني إليك، كيف تبدو الصورة حيث أنت؟ السلطات الإسرائيلية لن تؤد الهبة الجماهيرية في الدفاع عن الأقصى والمقدسات. هذا ما قالته أم الشهيد في وداعي ابنها الشهيد، حيث جرت جنازة كبيرة حاشدة انطلقت من مشفى بيت جالة الساعة 10 من صباح هذا اليوم، ومن ثم توجهت إلى بيت الشهيد في مخيم أدهيشة، حيث ألقت العائلة وداع الأخير على الشهيد، ومن ثم سار موكب التشريع في أرجاء المخيم وصولا إلى مدرسة أدهيشة الثانوية، حيث أقيمت صلاة الجنازة على روحها الطاهرة، ومن ثم عاد سار موكب التشريع في ثنايا المخيم وفي أيضا زقاقه، حتى وصل إلى هذه المقبرة التي سيوارى الآن أو يوارى فيها الآن الشهيد معتز زواهرة الثرى فيها. نعم، يعني هذه قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقد على ما يبدو مخطئة، أو بالتأكيد هي مخطئة، عندما تعتقد بأن استخدام المزيد من العنف ضد الفلسطينيين سوف يثنيهم ويخيفهم ويرعبهم. وما نراه الآن من صور يعني مشاركة غفيرة لجماهير شعبنا في بيت لحم في تشييع جنازة الشهيد تثبت العكس، بالإضافة إلى يعني كلمة والدة الشهيد بالتأكيد. يعني كيف، نعم، بيت لحم ودعت الشهيد عبد الرحمن عبد الله يوم الثلاثاء الماضي، واليوم الاربعاء تودع الشهيد معتز زواهرة، في اصرار من محافظه بيت لحم التي لم تغب يوما عن المواجهات مع الاحتلال في والمسيرات التي كانت تنطلق بشكل يومي للتعبير عن رفضهم وتنديدهم باجراءات الاحتلال في القدس المحتله. ما نراه الان من حشد كبير يعكس التلاحم بين فصائل شعبنا وبين ابناء شعبنا في التصدي لكل اجراءات الاحتلال العدواني ضد الاقصى والمقدسات، وايضا ضد سياسه الاعدام التي يمارسها على ابناء شعبنا الرافضين لكل سياسته. العزيمه والاصرار هي سيده الموقف في هذا الموقف الجلل، حيث ان بيت لحم تشيع شهيدها زواهرة في هذا اليوم، وايضا دعت الى يوم غضب شعبي بعد انتهاء مراسم التشييع، تنديدا بالاجراءات التي يقوم بها الاحتلال في القدس، وتنديدا باعدام الشهيد واغتيال الشهيد زواهر الذي اغتيل برصاصه قناص في محيط مسجد بلال بالرباح، اخترقت كتفه الايمن واستقرت في الصدر تحديدا في الرئه، مما ادى الى استشهاده في لحظات. الاحتلال كان يقصد ايقاع الاذى والقتل والاعدام والاغتيالات بين صفوف المواطنين. دعيني اقول ان يعني لن تفتك سياسات الاحتلال بصمود وعزيمه ابناء شعبنا في التصدي لاجراءاته واستمرار الهبه الشعبيه العفويه الفرديه ضد هذه الاجراءات، حتى اسقاط هذه الاجراءات
والحيلولة دون تنفيذ مخططاته في القدس المحتلة وفي الأراضي الفلسطينية الأخرى. نعم بالتأكيد أشكرك جزيلا مراسلنا من بيت لحم هاني فنون، وسوف نعود إليك في حال يعني ورد أي جديد. نتمنى بالتأكيد السلامة للجميع والمجد والشهداء لأبرار في المجد والخلود لشهداء فلسطين الأبرار. بالتأكيد يعني أستاذ هاني الآن أمام هذا المشهد الوحدوي الذي يجمع جميع شرائح الشعب الفلسطيني خلف جنازة شهيد، نحن بحاجة بأمس الحاجة إلى العودة إلى المصالحة الفلسطينية، والآن الدعوات قائمة، لكن يعني ما زال هناك تشكيك في من يريد مصالحة ومن لا يريد المصالحة. إلى أين نحن ذاهبون في هذا الملف؟ يعني أعتقد أنه هناك حديث كبير حول دور قطاع غزة في الانتفاضة الفلسطينية، كون أن قطاع غزة له وضع بالغ الخصوصية نتيجة لعاملين، العدوان الإسرائيلي المستمر على القطاع من خلال حروب، وثانيا سيطرة حركة حماس على القطاع. هذا يجعل سؤال الانتفاضة على قطاع غزة سؤالا مميزا. نعم. أعتقد أنه أفضل ما يمكن أن يقدمه قطاع غزة إلى هذه الانتفاضة وإلى الشعب الفلسطيني هو الانكفاء عن المصالح الفئوية والخلاص من العقد والعقبات التي توضع في مواجهة عملية المصالحة، وأن يهدي قطاع غزة إنهاء المصالحة إلى هذه الانتفاضة. هذا هو المطلوب الآن من قطاع غزة ومن حركة حماس. نعم، هل حركة حماس يعني ذاهبة بهذا الاتجاه؟ لا أعتقد ذلك. نعم، إذا يعني إذا لم يكن هذا الوقت مناسبا فأي وقت هو الذي كل الأوقات كانت مناسبة؟ نعم. لكن هذا الوقت أكثر ملائمة وأكثر مناسبة. لكن أعتقد أنه في ظل القراءة لما يجري أعتقد أنه لن يتم اللجوء إلى مثل هذه الهدية. نعم، يعني الآن يفترض بأن قطاع غزة ينتظر قدوم لجنة منظمة التحرير الفلسطينية متابعة هذا الملف، تحديدا لإقناع حركة حماس للدخول في حكومة وحدة وطنية، تحديد موعد الانتخابات ومشاركتها في المجلس الوطني الفلسطيني، وصياغة استراتيجية جديدة وتفعيل الممثل الشرعي الوحيد لمنظمة التحرير الفلسطينية. نحن أمام ملفات كبيرة وشائكة، يعني هل من الممكن أن نتوقع بأن ينجح جزء من هذه إتمام هذه الملفات والجزء الآخر لا؟ يعني عندما أعلن عن أن هناك قرارا بهذا الوفد أعلنت حركة حماس أنه ليس لديها علم. نعم. وأعتقد أنه كان يجب، إذا كان هذا صحيحا، كان يجب التنسيق بين مختلف القوى من أجل إيجاد المناخ الملائم لمناقشة هذه الأجندة الطويلة والمعقدة. نعم. هذا أنا أعتقد ما تم حتى الآن، وما يعني عرفته من وسائل الإعلام، أعتقد أنه أخذ الأمور بعفوية وبسهولة مع أن الأمور أكثر تعقيدا. نعم. أعتقد أنه كان من الخطأ صياغة مثل هذه الزيارة بهذه الطريقة، وهذا ينم عن عدم الجدية وعدم مسؤولية أصحاب القرار في السلطة الوطنية الفلسطينية حول هذا الأمر. لا تؤخذ الأمور بهذه الطريقة، ولا تؤخذ الأمور بهذه السطحية لمناقشة قضايا معقدة. تمت عدة مبادرات وعدة اتفاقات دون أن تنجح وهي كانت معدة جيدا، فما بالك عندما تؤخذ الأمور بهذه السطحية. هذا الأمر لا يجوز التعامل بهذه الطريقة الساذجة مع القضايا الخطيرة التي تمس الشعب الفلسطيني. نعم، يعني طب يعني حركة حماس كان لديها ردود فعل مختلفة حول هذا الموضوع، يعني البعض خرج وقال بأنه يعني الحديث عن هذه الملفات الآن هو تحريك للبوصلة عن ما يحدث في أراضي الضفة الغربية والقدس، وبالمقابل أيضا يعني نائب رئيس مكتب السياسي إسماعيل هنية كان قد خلال خطبة الجمعة الماضية كان قد قال بأنه أيدينا ممتدة للمصالحة يعني أياد بيضاء، نحن نمد أيدينا للمصالحة. فمن الصادق هنا؟ أليس من الممكن بأن تتنازل حركة حماس الآن أمام الموقف الكبير الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني؟ يعني أعتقد لا يجب قراءة مواقف الأطراف الفعلية من خلال الخطابات أو من خلال التصريحات. أصبح الشعب الفلسطيني يدرك تماما أن كل هذا اللغو لا قيمة له مقارنة بما يجري على الأرض. من يريد مصالحة فليتجاوز رؤيته الفئوية لصالح المصالحة. أما
الخطابات التي من شأنها أن تزيد من عدم قناعة المتلقي الفلسطيني لهذه الخطابات نتيجة لما يشاهده على أرض بالفعل ينزع بقايا ثقة بين هذه الفصائل وهذه القوى والرأي العام الفلسطيني، وبالتالي تقييم أي وضع لا يجب أن يتم من خلال الخطابات ولا من خلال التصريحات ولا من خلال إعلان النوايا. نعم. لكن بما يجري على الأرض، ما يجري على الأرض بكل أسف يشير أنه لا مستقبل لإنهاء المصالحة على الأقل في الوقت الراهن أو على المستوى المنظور. نعم، ما الخطأ الأفضح الذي من الممكن أن يعني تقوم به القيادة الفلسطينية الآن؟ فيما يتعلق بمعنى مثلا يعني الآن هناك توقعات بأن يكون هناك عدوان إسرائيلي على قطاع غزة، ألن يكون احتمالية أن يكون هناك عدوان على قطاع غزة خطأ فادح في هذه المرحلة؟ ليس حماية لقطاع غزة طبعا. خطأ فادح من قبل مين؟ هذه قناة إسرائيل ستقوم بهذا العدوان، فما هو وجه الخطأ في ذلك؟ هذا خطأ إسرائيلي. بمعنى أنه يعني الفصائل الفلسطينية يجب أن لا تعطي يعني هذا موضوع آخر. مبرر لإسرائيل كي تقوم نعم بهذا نعم العدوان. فهمت ما تقصدين. نعم. أعتقد أنه لا يجب إعطاء أي مبرر، لكن وبالمقابل إسرائيل عندما ترى لها مصلحة في مثل هذه الحرب فهي ليست بحاجة إلى مثل هذا المبرر. نعم، أشكرك جزيلا أستاذ هاني حبيب الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا مشاهدينا الكرام. فاصل قصير ثم نعود لاستكمال ما تبقى من هذه البانوراما. مررنا على دار الحبيب فردنا عن الدار قانون الأعادي وسورها، فقلت لنفسي ربما هي نعمة، فماذا ترى في القدس حين تزورها؟ ترى كل ما لا تستطيع احتماله إذا ما بدت من جانب الدرب دورها، وما كل نفس حين تلقى حبيبها تسر، ولا كل الغياب يضيرها، فإن سرها قبل الفراق لقاؤه فليس بمأمون عليها سرورها. متى تبصر القدس العتيقة مرة فسوف تراها العين حيث تديرها. في القدس بائع خضرة من جورجيا برم بزوجته يفكر في قضاء إجازة أو في طلاء البيت. في القدس توراة وكهل جاء من منهاتنا العليا يفقه فتية البولون في أحكامها. في القدس شرطي من الأحباش يغلق شارعا في السوق، رشاش على مستوطن لم يبلغ العشرين، قبعة تحيي حائط المبكى، وسياح من الإفرنج شقر لا يرون القدس إطلاقا، تراهم يأخذون لبعضهم صورا مع امرأة تبيع الفجل في الساحات طول اليوم. في القدس دب الجند منتعلين فوق الغيم، في القدس صلينا على الأسفلت، في القدس من في القدس إلا أنت. وتلفت التاريخ لي متبسما، أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ أظننت حقا أن عينك سوف تخطئهم وتبصر غيرهم؟ ها هم أمامك متن نص أنت حاشية عليه وهامش. أحسبت أن زيارة ستزيح عن وجه المدينة يا بني حجاب واقعها السميك لكي ترى فيها هواك؟ في القدس كل فتى سواك، وهي الغزالة في المدى حكم الزمان ببينها، ما زلت تركض خلفها مذ ودعتك بعينها، فارفق بنفسك ساعة إني أراك وهنت. في القدس من في القدس إلا أنت.